أيوش طقبي رقبتها. هذا بيعني إنه متجوز وخالص. وليش بده يتزوج مرة ثانية؟ أيوش انت منيحة؟ ايه طيب. ليك أيوش صورن بسرعة. صورة؟ ما بظن إنه فينا ناخد صورة واضحة بسبب هالشبكة اللي قدامنا. مستحيل. شو رأيك نكسره؟ لا إذا ما تطلع صوت وانتبه وقتها رح ننفضح. وإذا انفضحنا ما رح نستفاد أي شيء وما رح نقدر نقنع ريشي. كيف بدنا نخبره وإمتى رح نخبره وشو بدنا نخبره؟ قربت كتير شالوه. أنا رح أفضح سره لفيكرانت ورح خلي الكل يعرف الحقيقة. إيه عن جد لكشمي وحدي مذنبة. نحن كلنا هون خدعناها وطلقت من ريشي ولسه عم نلومها. لكشمي عملت كتير وخاطرت بحياتها لتنقذ حياة ريشي وأنتوا كلكم مبسوطين وعم تتفرجوا. هي أنقذت حياته أكتر من مرة. لكشمي عن جد وحدي مذنبة لأنها تجاهلت مصالحها الشخصية تماماً وسعت ورا سعادة عيلتنا وبس. لكشمي بذنبة كبيرة لأنها ولا مرة عملت أو قالت شيء ممكن يضر بسمعة عيلتنا وحافظت عليها وما خلت الرابط بين أفراد هالعيلة ينهار. هي بحياتها ما أذت حدا فينا. بس مع هيك تحملت. لهالسبب بالذات لكشمي غلطانة بحق حالها ومذنبة. بتمنى تكونوا سمعتوا. سمعتوني ما؟ ارتحتوا بعد اللي قلتوا؟ تفضلوا. كيف بدكم ياها تتعاقب؟ قولوا لي كيف بدكم تعاقبوها على اللي عملته بهالعيلة؟ مليشكا؟ انتي جاوبيني على هالسؤال، انتي عن جد بتحبيه لريشي؟ بحبه كتير، أنا بحبه كتير وبالنسبة لي بعتبره أهم من حياتي. ومشان هيك أنا خايفة كتير، خايفة لكشمي تحاول تسرق ريشي مني أو إنها تحاول تجذبه. إذا بتحبيه لازم توثقي فيه. إذا ما في ثقة معناتها ما بتحبيه. بس يا ستي سكري عالسيرة. وبعدين لكشمي بدها تجذب ريشي لإلها؟ إذا هو أساساً كان زوجها من الأول قبل ما تحبيه كانت لكشمي مرته وحلاله لريشي. فهميني هي ليش تركته؟ ليش وصلت بيناتهم للطلاق؟ شو أنتي مانك مرة كمان؟ على القليلة حاولي تفهمي ليش اتطلقت من ريشي وليش صار الطلاق هي وريشي. ماما وأنتي نيلام انتي معك حق يا نيلام. وقت قلتي انه ريشي هو اللي جابها منشان يزوجها ويأمن عليها منيح، نحن كمان عم نسعى لنفس الشيء. بس يا ترى انتي سألتيها شي مرة واحدة اذا هي اجت على هذا البيت برضاها؟ قليلي لشوف هي طلبت من ريشي انه يزوجها لفيكرانت ولا لا؟